هدايا. انا اقول قبل العيد قال الله تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا. الله يفتح. ففي بعض الناس صلى ما شاء الله عليه 29 ليلة ما شاء الله ويقرأ من القرآن جزء نص جزء يوميا، لا يروح في أول ليلة من ليالي العيد تنسى كل شيء. صحيح. حط لك برنامج واجبر نفسك لو تقرأ في اليوم وجهين ثلاثة وجه، لو توتر في اليوم ركعة واحدة، لا تخرب كل شيء بنيته في خلال 29 يوم أو 30 يوم. نصيحة محب، جاهد نفسك واجبر نفسك وواصل على ما تستطيع من العبادات. هذا اللي حبيت أن أقوله قبل نطلع الفاصل وقبل أن نروح. يا سلام يا سلام. الله إذا تسمح لي بس.